قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. الحمد لله كتاسرت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزاد، خاوتنا الكرام جيناكم في فيديو جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. يا خاوتي في هذا الفيديو راح نتعراو بكل بساطة، نجيبها لكم من الاخر، على تلك الصحفية يا خاوتي المغربية. ما تحشمش هذيك الصحفية المنتن الخانزة يلي تبوسوا اليدين يا العياشة. مازلتوا رانا في 2022 عفوا يا خاوتي وما زالوا يبوسوا اليدين، تعبت كيفهم. منتخبنا الجزائري خط احمر ورانا مفتخرين به، احنا المنتخب تاعنا كي خرج حتى ولو كان من الدور الاول خرج وحنا نصفقوا له. احنا يا خاوتي كي ربحوا فرحنا لهم وكي خسروا صفقنا لهم. احنا هما الجزائريين ما تلحقوناش في حياتكم، واليوم اثبتوا انكم صح حثالة، انكم صح حاقدين على الجزائر. انتم مراض بينا من الاخر، مراض بحاجة اسمها الجزائر، مراض لازم تروحوا تداويو ولازم انتم اللي ترقيو، فهمتوا يا الخانزين. المهم خوتي قبل مشاهدة هذا الفيديو كالعادة، الفيديو هذا وصله الماكسيموم تاع ليجام باش الناس كامل تشوف، باش الناس كامل تسمع ماذا سأقوله حول هذه المخلوقة المنتن، كيفاه راح نرخصهم وراح تشوفوا يا خوتي لأنهم هما اللي دناو إلى الجزائر. المهم إخوتي قلت لكم برتاجيوا الفيديو هذا مع كامل أصحابكم، راح تشوفوا فيديو صدقوني مستفز بزاف. مباشرة بعد الخسارة تاع المنتخب الوطني الجزائري تخرج تلك الحثالة اللي كانت ديجا موجدة روحها باش تخرج، لأنه هذا كل هم تاعها الوحيد كنت خطيها الجزائر يا خوتي، ما تلقاش لقمة العيش تاعها، كنت خطيها موضوع عن الجزائر ما تقدرش تعيش. تشفايكي بكيناك يا وحدة الخانزة، تشفاي من بكاك بلايلي بهذاك البيت اللي ضربه لك من نص تاع السونتر، تشفاية. الآن يا خوتي راح نشوفوا الفيديو كيف شوفوا يا خوتي فرحانين صدقوني كأنهم داو كأس إفريقيا، كأنهم خلاص راهم داو كأس إفريقيا. شوفوا خوتي يا اسمعوا مليح. صافي سعيد منين بغي نبداو خويا عطينا الأوكي. نشكروا على الله. السلام عليكم مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذه البث المباشرة. أنا الضحكة غالبا. شوفوا كيف مدايره يا خوتي، شوفوا كيف مدايره يا جدك كل بعير بيت الدار البيضاء، وفرحه عارمه في الصفوف ديال الجماهير المغربيه صراحه بالاقصاء المهين والخساره المهينه لل شوفوا خوتي، شوفوا هذا اللي لابس الاصفر يا خوتي، شوفوا الناب تاعو بان، هذا ثاني يا خوتي اللي قدامه صدقوني بانوا من الضحكه. راكم شفتوا شحال رانا ولينا عقده بالنسبه ليهم، نورمالمون كي نشوفوهم هكذا فرحانين نفتخروا احنا بالمنتخب تاعنا، نفتخروا بجزائريتنا، نفتخروا باننا الجزائريون، باننا هما العباد اللي يديرون لنا الف حساب وحساب، احنا هما الجزائريين. نكملوا خاوتي. منتخب ديال الجزائر اللي واخا الرقيه ما نفعتهمش اخويا الفقيجه ما مضيتش. راكم تشوفوا اخواتي يضحكوا ايضا على رقيه اللي وصانا بها ربي سبحانه وصانا بها رسول صلى الله عليه وسلم، يضحكوا عليها هذو الحيوانات، والله غير يضحكوا عليها يا خاوتي. جا الجنوب هذا الشيء علاش؟ صراحه ما عمري كنت اتوقع ان العقليه عندهم هبطت لهذا النيفو. تحياتي للشعب الجزائري. شوفوا يا خاوتي شكون اللي جابت يحكي قلوا عندكم رجاله يا المراركه، فهموني برك، خلوا عندكم رجالة، حاب نسقسيكم باش تجيبوا واحد حاشاكم وحاشاكم بلا ما نحكيو فيها يا خوتي، او باين هذا الانسان واش من لمن تابع دائري الناس المثقف اللي واعيه، ولكن انا باش يوصل وحده كتقول لك حليب ديال الفكره ما عندوش الحليب بيض، راه بولو هذاك مسخط الوالدين. اش كيف يدير يا خوتي؟ صدقوني اقسم بالله كي قلت لكم بلي المراركه مضحكه، والله غير مضحكه، خلقوا باش يضحكونا نقطه عد الى الصدر. راكم تفاجئوا علينا يا المراركه، راكم انتوما اللي فاجئتوا، انتوما اللي نحيتوا لنا يا خوتي، هما اللي نحاو لنا هذيك الحزن بعد ما خرجنا. تعمل ايه؟ وحنا قالت لي محمد مرت خويا مرت خويا لحنا قالت لك تجل جرب اللور تاعو ويتقلش.
مديرين يا خوتي مجمع، شتو هذوك النساء العجايز الكبار هذوك يتلموا ويحكيوا في عرس هكذا ويبداو يمتمتوا، يو هذه صحافه، هذه هي الصحافه تاعهم، يو المشكل عن بال كبير كبير بزاف، يو المراركه يا خوتي، خلاص خلاص هبلوا هبلوا بالجزائر والله بدرت الرقيه اللقيع. كان غريبي انا فرحان لانكم صراحه ما احترمتوش الجراء وما احترمتوش جار السوق، جار السوق هذوك ما جار السوق، لان كان عندي اصحاب عندي متتبعين الجزائر ولكن جزائريين حرين. عنده متتبعين الجزائر. صدقني صدقني يا ايها الخانس، والله والله كون ندري كاين جزائري يتبعك يتبعك ان نقفل لاشان، يتبعوا واحد كيما هذا الجزائريين، يو ما عندنا ما عندكو، احنا 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 اللي منقولوا لك ما تشجعناش، احنا اللي نقولوا لك اخطينا. ملي كنعيشوا في واحد اللحظه اللي ولي كنشوفوا لا اعلاميين لا ناس مثقفين، واخا ما مثقفينش لان الثقافه اللي عندهم صراحه الله محدوده، يعني يمكن الاستعباد بدات الجزائر. نعم الثقافه تاعنا محدوده ولكن الثقافه تاعكم مش هي، هيا مدلنا ثقافه، الثقافة ترقصون للخليجيين، هذه الثقافة تاعكم، ثقافة تاعكم أنكم تستقبلوا بنو صهيون، تستقبلوهم وتشطحوا لهم وجبتوا نساء تاعكم يشطحوا بالفيديوهات، مانيش نتكلم مع من فراغ وإنما بالفيديوهات، كلش موثق ما عندكم والو يصلح. احنا تبارك الله 12 القرن. جواد لا يمكننا أن نقارن ما لا يقارن. حنايا عياشية وأفتخر أنني عياشي مغربي. ما تقولش افتخر، قول ما تقولش افتخر، راك غلط يا اخي، راك غلط، راك على بالك علاش غلط، انت انت تفتخرين باللي راكي عياشيه، ما تقولش انا انت ماكش سيدنا. شوف شوف عياشي تنبوسو اليدين وكنبوسو الراس وبوسو حتى الرجلين، الحمد لله ما خصنا الزيت ما خصنا الدقيق ما دايرين بنان ما خدرين طوابير، عاش الملك تنمشي لطنجه للقويره كنعيش في الحياه الحريه، ما خاص تقول لك لا الدق وعطيه العصير في كاس كبير، لا في بول في كرون كبير. اقسم بالله يا خاوتي اقسم بالله ثلاثه غير هبلوا بينا والله يا خاوتي، كون يجيبوا لهم طبيب نفساني للشعب المغربي راح يلقاو فيهم مرض اسمه الجزائر، والله راني اكدتها لكم اليوم، اكدتها لكم اليوم من هذا المنبر، راهم راض بينا، هذو الحثاله هذو الناس، كاين الناس يقولوا لي ما تردش عليهم، ولكن يا الجزائريين ما نقدرش نسكت ما دام عندي منبر الحمد لله مدهولي ربي رزق، منبر نتكلم منه حول كل ما يخص الجزائر، اي انسان يقيس الجزائر سواء ان الجزائر ولا غيرها راح نرد عليه، ما راحش نسكت ابدا ابدا ابدا، جميع الفيديوهات تاعهم جميع الصحافه تاعهم جميع الاخر تاعهم راح نرد عليهم، فهمتوا من الاخر يا خاوتي، هادو يستاهلوا، يستاهلوا انك تمرمدهم، يستاهلوا انك تتكلم فيهم بالسوء، يستاهلوا كل شيء، وصدقوني يا المراركه راح يجي نهار وتخرجوا من كاس افريقيا، والله 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 ثلاثا غير كل دقيقه فيديو نهبلكم نسكنوا لكم في حياتكم احنا الجزائريين، وبلاك من بعد تلعبوها خاطين وما كناش نتكلموا وسمحوا لنا خاوتنا الجزائريين، ما كانش خاوه خاوه غير نساوها خاوتي في التعليقات، مرمدوا هذو الحثاله ما تخليو لهم والو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومازالوا كاينين فيديوهات. وفي الاخير ما تنساوش ديروا لنا جام وتشاركونا رايكم في التعليقات، سلام.